النشيد الوطني التونسي. العلويني باغت ينجح يجزف يباغت يجزف وينجح في التعديل مرة أخرى. كمال العلويني يعني يلزم تكون لاعب عنده نقوله احنا أوداس، ينجم يكون عنده بين ظفرين رقعة، معناتها باش ينجم يحاول محاولات بمثل هذه الشكل ويسجل وباغت حارس في مستوى هذا الحارس فورتمان جانس. يا كمال العلويني يباغت يعني عنده ثقة في نفسه، لأنه في العادة اللاعب ما يجزفش بهذه الطريقة من محور الدفاع ودفاع طويل القامة ويجزف وتدخل بين رجلين الحارس، يعني فيها مجازفة. والتمرير الذكي والهدف، التمرير الذكي، لكن الحكم يقول ثم لا الإعلان الخطأ قبل إنهاء العملية، إن الخطأ قبل إعلان العمل إنهاء العملية من طرف فريق الألماني. التعادل 19-19، التعادل 19-19، الهجوم للمنتخب الألماني من جديد. كساعد كلاسيكي يمر الكرة خارج ميدان، لكن ثم الرمية الحرة لفايت كنير. كنير ستيفان لعب مادي بورغ كما قلنا 66 هدف إلى حد الآن، ويدخل الآن اللاعب رقم 6 لين كيفين. أيضا ساعد طويل قامة وينجح، قوية جدا قوية من اللاعب رقم 19. هاو أمامنا ستروبيل، قلنا قوي هذا اللاعب الفارق من جديد 20-19. هنا ما زلت لنا 6 دقائق، كل شيء ممكن. كمال العلويني، أسامة حسني خرج أيمن حماد بعد إيقافه مرتين، ووائل جلوز لا صعيبة لا بالتمريرات هذه ما نجموش نلعبوا يا أسامة يا حسني، ما زال اللاعب والمباشر ورقم محاولة الحارس فين ينجح، فين ينجح في هدف 21. ريت أخطاء الآن في نهاية المباراة، أخطاء في نهاية المباراة، تمريرات خاطئة ووقت مستقطع ياخذه حسن أفانديتش. واحد وعشرين 19، إذا ينتهي الوقت المستقطع للمدرب حسن أفانديتش. 5 دقائق مازال، والمنتخب متأخر بهدفين بعد الأخطاء اللي حصلت. على كل نهاية الخمسة دقائق الأخيرة يلزم المنتخب التونسي يرجع فيها على الأقل على مستوى التسجيل. ذكية التمرير عصام تاج، ولا ثم حتى رمية 17، يقول الحكم بعد خطأ من كلاين دومينيك رقم 33 ومجهود عصام تاج، رمية 7 أمتار الوحيدة في هذا الشوط بعد ما تحصل المنتخب الوطني التونسي على ضربتي جزاء نجح فيهم البوغامي على مستوى الهدف الثاني ومستوى الهدف السادس. ثم مرة أخرى البوغامي وأمام الحارس اللي لعب البارح تقريبا مباراة كاملة، هنيتر سيلفيو حارس المرمى رقم 12 اللي تو دخل لأول مرة مع البوغامي من فريق برلين، وينجح البوغامي ذل الفارق مرة أخرى. البوغامي نجاح كامل على مستوى ضربات الجزاء لأسامة البوغامي. إذن والجماهير الآن تتفاعل أكثر
الأربع دقائق الأخيرة لدعم ومؤازرة المنتخب التونسي. يرجع الهجوم تيم من جديد إلى السعد فين واستروبيل والجناح. ذكية تمريرة والهدف، ذكية تمريرة إلى لتمركز كلاعب دير الجناح، الجناح رقم 33 كلاين تمركز كلاعب دير، هو من الجناح الأيسر ودخل كلاعب دير. والبوغالمي من جديد ورمية 7 أمتار واضحة واضحة بعد تدخل استروبيل مرتا، استروبيل مرتا ويظل لي معها دقيقتين، لا لا ما ثمش دقيقتين، رمية 7 أمتار أخرى 22-20 فرصة أيضا لتبديل الفرق من جديد. البوغامي مرة أخرى أمام الحارس فورتمان، مرة هذه ما يقاش تغيير الحارس فورتمان جينس حارس فريق مندين، ومرة أخرى ومرة أخرى نشوف ردة فعل الحارس، ومرة أخرى ومرة أخرى يتفاعل الجمهور، شوفوا ردة فعل الحارس بورتمان كيف يتحسر لأنه لم يتمكن ولو مرة بهذه اللقطة الفنية بالمرسم. هذه مش سهلة تبدو للسادة المشاهدين، يعني تسديدات سهلة لكن فيها تمرين وفيها يعني على مستوى المرسم تمرين كبير وفنية كبيرة وثقة في النفس كبيرة. إلا هدف الآن مازال أقل من ثلاث دقائق، أقل من الهدف، الهدف للمنتخب الألماني عن طريق رقم 18 تيم كالعادة 23-21 قوي هذا اللاعب صاحب الهدف الأخير. يدخل الآن أسامة حسني وائل جلوس، دقيقتين ونص مازال كل شيء ممكن. كمال العلويني يخرج كلاعب دير الثانية والبوغامي، كمال علويني لعب على التاج توصل الكرة للتاج لكن جاء ما بين 13 رقم 13 ورقم 7. شوف ما شاء الله صعب بالنسبة لعصام تاج المرور أمام حائط بشري، بالفعل حائط بشري. والوائل جلوس، وائل جلوس يحاول يمر لكن الحكم يعطي رمية حرة. والآن المنتخب الألماني بهذه الطريقة الدفاعية يحاول ربح أكثر ثواني ممكنة بهذا الدفاع، ولا تغيير في الدفاع دائما 6-0 بالنسبة للمنتخب الألماني الذي تحصل على أول بطولة عالمية سنة 38 وقت اللي كانت كرة اليد ب 11 لاعب. يتوسط كمال العلويني والحارس يتصدى، فورتمان حارس يتصدى وترجع الكرة للمنتخب الألماني. دقيقة و30 ثانية لنهاية المباراة، المنتخب الألماني متقدم 23-21 ولهنا المنتخب التونسي عليه أن يغير الدفاع في دقيقة ونص ما زالت على الأقل، لأنه لتدارك زوج أهداف في دقيقتين يعني مهمة صعيبة برشا برشا برشا، لكن يمكن لا نستبق الأحداث، لازم يقدم الدفاع التونسي أكثر، لازم يتغير لهنا. والهجوم لفين ضاعت الكرة، تسعد الكرة بسرعة، الوقت ليك فيه أكثر سرعة، أكثر سرعة عصام تاج، عصام تاج يبحث وائل جلوس والحارس يتصدى ويقول يرجع الهجوم المنتخب التونسي. الخطأ على مستوى 9 أمتار، دقيقة دقيقة أقل من دقيقة 55 ثانية لنهاية الوقت القانوني لهذه المباراة الثانية من قاعة الحمامات. المنتخب التونسي فاز مباراة أمس 25-24 الآن 23-21 للمنتخب الألماني بعد الذي تقدم في الشوط الأول أيضا 13-11. ما زالت 50 ثانية، كل شيء ممكن لكن المطالبة المطلوب الآن التركيز أكثر والإعداد للساعد يكون أكثر، أكثر قوة وأكثر وأكثر ثقة. الوقت قاعد يمر 40 ثانية والجلوس إلى كمال علويني، لا الجناح مغلق من التويتي والجلوس وينجح
ويرجع وائل جلوز يزل الفارق. وائل جلوز ممتاز رغم الدفاع ودقيقتين للاعب رقم سبعة باتريك فين دقيقتين وائل 30 ثانية الآن 30 ثانية يلزم يتقدم المنتخب التونسي يلزم يتقدم على مستوى الميدان كل يعني ظهر هو العمل الهزيمة بنقطة أو التعديل مازال 30 ثانية رجل لرجل الدور الكرة الدور الكرة 20 ثانية والوقت المستقطع يطلب المنتخب الألماني باعتبار في حوزته الكرة ونقاش المدرب المساعد مع الإطار مع الإطار التحكيمي غير راضي المدرب الألماني مرتان أمامنا ومع المساعد أيضا جور جون أوليفيه بالنسبة للمنتخب الألماني مرتان هو المدرب الأول وجور جون أوليفيه الحكم الثاني على كل فرصة أخيرة للمنتخب الوطني التونسي للافتكاك الكرة والتعديل مهمة صعبة لكن غير مستحيلة في 20 ثانية إذا نتيجة الشوط الأول للتذكير للسادة المشاهدين المباراة الودية الهام منتخب الألماني والمنتخب التونسي 25-24 امبارح المنتخب التونسي فاز الآن المنتخب الألماني متقدم بهدف بل 20 ثانية أو أقل الثواني الأخيرة 12 ثانية والدفاع والأسبقية والحكم يأتي خطأ أقل من 7 ثواني أقل من 7 ثواني والمنتخب الألماني ورمية 7 أمتار رمية 7 أمتار من سليم الهدوي بكل ذكاء أمام حكم المنطقة والحارس فورتمان غير راضي لكن كان عنا الإعادة الإعادة من الزاوية من الجناح كان اخواني في يعطيونا في الاعاده يعطيونا الاعاده امامي بالضبط امامي بالضبط الخطا موجود وذكاء سيم الهدوي خلى الحكم في وضعيه يعني لا مفر مش يعطي رمي 7 امتار لان الحكم ايضا كان موجود هي من زاويه اخرى امامي بالضبط الحكم موجود سيم الهدوي مندفع ولاعب رقم 18 كان معترض ورمي 7 امتار ويرجع التعادل التعادل 23-23 ونهاية المباراة بالتعادل بين المنتخب الوطني التونسي والمنتخب الألماني بعد ما كان فاز المنتخب الوطني التونسي أمس 25-24 أجواء كبيرة نخليكم مع في هذه الأجواء شوية فرحة ساعة نخليكم مع محمد علي بوزقرو والتحليل الفني الناشئ الوطني التونسي